مساء الخير مشاهدينا، واهلا بيكم معانا في حلقه نهايه الاسبوع من عرب وود. زي ما عودناكم، عرب وود يعني الاخبار كلها اكسكلوسيف عن السينما والدراما والمسرح وكمان مزيكا. بخير يا ايه؟ مساء الخير يا كريم، مساء الخير على كل مشاهدين عرب وود في كل مكان. طبعا مش محتاجين دايما بنفكركم تابعونا على السوشيال ميديا، انستغرام، فيسبوك، وتويتر. ونبدا بالهايلايتس. سارة سلامة تخوض أولى بطولاتها السينمائية بأهي غلطة. أحمد زاهر يقرر العودة للسينما قريباً. سامح عبد العزيز يكشف عن الصورة الأولى لابنته من روبي. محمد منير يطرح ألبومه الجديد في نوفمبر. شيرين رضا تتأثر بأجدد أغاني الهضبة، عمرنا ما هنرجع زي زمان. أحمد سعد وريم البارودي بينوا شائعات زواجهم السري وبيعلنوا خطوبتهم. نفى الفنان محمد رمضان لعرب وود كل الأخبار اللي اتنشرت الفترة اللي فاتت، وقالت إنه بيستعد لمسرحية العيال رجعت. وأكد رمضان في تصريح خاص للبرنامج إنه ملوش أي علاقة بالمسرحية دي خالص ولا حتى ترشح لها، وأضاف إنه مشغول جدا بمسرحيته رئيس جمهورية نفسه، واللي بتعرض حاليا للسنة الثانية بنجاح كبير جدا. الفنان أحمد زاهر كشف عن عودته من جديد لتقديم أفلام سينمائية بعد فترة غياب طويلة خلال السنين اللي فاتت، وأكد أحمد أنه قرأ أكتر من سيناريو خلال الفترة اللي فاتت وهيختار منهم واحد بس لتصويره قبل نهاية السنة. الفنان صلاح عبد الله مشغول الفترة دي بقراية أكتر من سيناريو لأعمال تلفزيونية، وده لاختيار مسلسله الجديد اللي هيظهر بيه في 2016. صلاح عبد الله أكد إنه مستني إعادة عرض مسلسل ظرف أسود اللي شارك فيه مع الفنان عمرو يوسف، وقال إن المسلسل ده اتظلم وما خدش فرصة كويسة للمشاهدة في فترة عرضه الأولى. استقرت الفنانة رانيا يوسف على مسلسلها الجديد اللي هتدخل بيه سباق دراما رمضان السنة اللي جاية، لكنها رفضت انها تكشف عن اي تفاصيل في الوقت الحالي. رانيا بدأت تصوير مسلسل جديد بعنوان الحب والخلاصة، وده هيتعرض اول السنة الجديدة، وبيشارك في بطولته تيم الحسن ومن تأليف سماح الحريري واخراج اكرم فريد. طرح المنتج محمد السبكي بوستر الفيلم الجديد 5-5-5 اللي بيشارك في بطولته مجموعة من الفنانين. الفيلم هيتعرض في فبراير السنة الجاية، ومن بطولة أحمد صلاح السعداني وريهام حجاج وبيومي فؤاد ومحمد أسامة أسقص، ومن تأليف أمين جمال وإخراج منال الصيف. بدأت الفنانة الشابة سارة سلامة تصوير فيلمها الجديد أهي غلطة، وهو أول بطولاتها السينمائية، وبيشارك في بطولة الفيلم رامز جلال وحسن حسني وأدوارد وإنعام سلوسة، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج أحمد البدري. أعلن المنتج ممدوح شاهين اختيار مسلسله الأخير الصعلوك للمشاركة في مسابقة الإنتاج التلفزيوني بمهرجان القاهرة للتلفزيون والبث الفضائي. مسلسل الصعلوك اتعرض في رمضان اللي فات، وهو من بطولة خالد الصاوي ونجلاء بدر وفدرة ونسرين يوسف، ومن تأليف محمد الحناوي وإخراج أحمد صالح. بعد شوية هنعرف تفاصيل أكتر عن حياة نجم هوليوود الشاب كاريستو. النهاردة اخترنا ان احنا نتعرف على شخصية جديدة من نجوم هوليوود. الشخصية اللي هتعرف عليها النهاردة هي كوري ستول، اللي اتولد وعاش في نيويورك، وفي ثانوي دخل مدرسة خاصة للفنون بعد ما قرر وهو في سن صغير ان الفن هو حياته وهو مستقبله. ظهر كوري في دور في مسلسل Law and Order LA، لكن الفرصة الحقيقية كانت من خلال المسلسل الشهير House of Cards، وقدم فيه شخصية نائب برلمان بوشين. I really lucked out in terms of the all this, you know, there wasn't a single boring thing for me to do in that first season. I every time I showed up on set there was some really fascinating scene to shoot. وبالرغم من ان الجمهور والنقاد معجبين جدا بواقعية المسلسل، الا ان كوري مش شايف ان العمل بيقدم صورة صحيحة 100% للحياة السياسية في امريكا. The clothes are a little bit nicer than what people wear in Washington, and everybody's a little bit fitter. But aside from that, I think there's a lot of truth. ومن بعد المسلسل ده بدأ كوري ستول يبني شهرته من خلال تقديم أفلام متنوعة، بداية من أفلام سوبر هيرو زي أنت مان لأفلام الإثارة زي نان ستوب. كوري كمان قدم أفلام كوميدي زي This is where I leave you، والغريب بقى إنه اعترف إن الكوميديا كانت أصعب أنواع الأفلام بالنسبة لي. When you don't do much comedy and then to show up in a movie with a cast like this, it's sort of you know, it's going to the major leagues, and so I was just trying to just stay afloat. مع استمرار الموسم الثاني لمسلسل The Strain ده غير عدد من المشاريع السينمائية في الطريق، فواضح كده ان كوري ستول مش هيكتفي في الفترة اللي جاية بمجرد مواكبة الجو العام، لا ده كمان بيتجه بسرعة نحو النجومية.
المخرج سامح عبد العزيز كشف عن الصور الأولى لبنته من الفنانة روبي واللي سموها طيبة. لو عايزين تشوفوا الصور دي خليكم معانا. المطرب الشاب ليث أبو جودة أحيى حفل من أيام بالقاهرة، ونشر مقطع فيديو ليه من الحفلة وهو مع جمهوره على حسابه بإنستجرام، وكتب في التعليق عليها: أحلى إشي بأي حفلة إني بكون وسط ناس بعشقها كتير كتير. واحدة من الجمهور علقت على الفيديو وقالت: أنت بتستاهل كل هذا الحب يا ليث، الله يسعدك ويوفقك يا رب. المطربة زيزي عادل شاركت متابعيها على انستغرام بصورة لأول خبر اتنشر عنها في الجرايد. زيزي كانت سعيدة قوي بالصورة دي وكتبت في تعليقها على الصورة: الخبر ده نزل وأنا عندي 10 سنين، كتبته ماما نعم الباز، وقالت: تذكروا اسمها فسوف تكون مطربة كبيرة. بجد ذكريات حلوة قوي، الحمد لله. الفنانة اللبنانية يارا من الفنانات اللي حريصين دايما على لعب الرياضة. يارا شاركت متابعينها على انستغرام بصورة ليها وهي في الجيم بتلعب رياضة، اما الجمهور فعجبتهم الصورة جدا وطريقة حفاظها على رشاقتها. واحدة كتبت في التعليق: رائعة بكل شيء. النجمة ماي عز الدين احتفلت مع متابعيها على انستغرام بوصول عددهم لمليون متابع. ماي نشرت صورة ليها على حسابها وكتبت في تعليقها على الصورة: مليون فان حقيقي، الحمد لله على حب الناس ده كله، اللهم زد وبارك، ربنا يخليكم ليا ودايما مع بعض بإذن الله. واحد من جمهور ماي كتب لها في تعليقه على الصورة: 1000 مليون مبروك يا برنسيسة الوطن العربي. الفنانة ديانا حداد أحيت حفلة ناجحة جدا في عيد الأضحى في قطر، ونشرت مقطع فيديو ليها من الحفلة على حسابها بإنستغرام، وكتبت في التعليق عليها: حفلة من أجمل حفلاتي في ليالي عيد الأضحى. واحدة من الجمهور كتبت تعليق على الفيديو: أنت أكتر من رائعة، تألق وجمال وصوت حلو ما شاء الله عليكي. الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي شاركت جمهورها على إنستغرام بصورة ليها وهي في الحج. جمهور الفنانة الكبيرة عجبتهم الصورة جدا ودعوا لها في تعليقاتهم إن ربنا يتقبل منها، وواحدة فيهم كتبت لها: حج مبرور، تقبل الله مبرور. المخرج سامح عبد العزيز فاجئ جمهوره بنشر الصورة الأولى لبنته من الفنانة روبي. سامح نشر الصورة على صفحته في فيسبوك وكتب في التعليق عليها: طيبة سامح عبد العزيز، صلوا على النبي. تعليقات جمهور سامح كانت كلها بتبارك له على المولودة الجديدة. واحد كتب في التعليق: ألف مبروك يا سامح، ما شاء الله عليها. وطبعا احنا كلنا وفريق عمل البرنامج بنبارك لروبي ولسامح عبد العزيز. شكرت النجمة إليسا أحد معجبيها على رسمة ليها، ونشرت الصورة اللي رسمها ليها المعجب ده على حسابها على إنستغرام، وكتبت في تعليقها على الصورة: شكراً على الرسمة الجميلة. الصورة عجبت متابعي إليسا، وواحدة فيهم علقت على الصورة وكتبت لها: صورة حلوة كتير. شفت بعيني يا حبيبي معاك الدنيا دي. لو كنتم من جمهور الفنان حسام حبيب وعايزين تعرفوا آخر أخباره الفنية، استنوا معانا. طرح المطرب الإماراتي فايز السعيد أغنيته الجديدة بعنوان يا الله يا السعودية بالتزامن مع اليوم الوطني للسعودية، وشارك في غناء الأغنية المطرب السعودي إسماعيل مبارك، وهي من كلمات إبراهيم بن سواد وألحان فايز السعيد وتوزيع زايد نديم. الله الله يا سعودية، من بوظبي إلى الرياض تاريخ تصل بالبياض.
النجمه سميره سعيد وعدت جمهورها بطرح البومها الغنائي الجديد في اقرب وقت ممكن. الالبوم هيكون باسم عايزه اعيش، وتعاونت سميره في البومها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين من الوطن العربي، منهم وليد سعد، مديم، بلال سرور، محمد عاطف، وهاني ربيع. بدأت النجمة التونسية لطيفة تسجيل أغاني ألبومها الجديد اللي هتطرحه في الأسواق آخر السنة دي. لطيفة لسه ما استقرتش على اختيار كذا أغنية من الألبوم، وهتعمل أكتر من جلسة عمل الفترة الجاية مع عدد من الشعراء والملحنين لاختيار باقي الأغاني. الفنان الكبير محمد منير طرح ألبوم الغنائي الجديد في نوفمبر اللي جاي، واللي هيرجع بيه بعد غياب كبير. الألبوم هيضم 14 أغنية اتعاون فيهم مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين، ولسه لحد دلوقتي ما استقرش على اسم نهائي. صوتك مليون كمانجة بيعزفوا، صوتك وسط القلوب أنا بعرفه، بيعزفوا صوتك أرق من النيا، صوتك غنى مال السكر، صوتك مفيش أي شعر يقدر حبيبتي يوصفه صوتك. بيواصل المطرب حسام حبيب تسجيل أغاني ألبومه الجديد لطرحه في الأسواق في أقرب وقت ممكن. حسام أجل الألبوم أكتر من مرة، وهيرجع بيه لجمهوره بعد غياب سنين ما طرحش فيهم أي ألبومات غنائية. شفت بعيني يا حبيبي معاك الدنيا دي، وخدني هواك انت اللي كنت أنا بتمنى يا ترى ايه حكاية اغنية عمرو دياب الجديدة عمرنا ما هنرجع زي زمان؟ لو عايزين تعرفوا استنونا. المذيعة ريهام سعيد اتضايقت جدا من الهجوم الشديد اللي شنوا عليها الاعلامي يسري فودة بعد اذاعة حلقتها عن اللاجئين السوريين.
اللي اعتبرها يوسري فودة اهانه للاجئين السوريين، وكمان هاجم القائمين على برنامج ريهام واللي بيسمحوا لها انها تذيع حلقات بالشكل ده. ريهام قررت انها ترد على يوسري وكتبت له على صفحتها في فيسبوك: هو انا بس نفسي اسال سؤال، هو ليه الناس بتنزعج لما تشوف الحقيقه؟ ليه مصممين تتابعوا وبدقه مذيعه مش عاجباكم؟ انا بقدم خالص التحيه لجمهوري حبيبي وشكرا على تعليقاتكم، اما قليل الادب يتفضل بره الصفحه. بعد ما اتنشرت اخبار كتير عن تصدر افلام معينه لايرادات موسم عيد الاضحى واللي كان منها ارقام مبالغ فيها جدا وهاجمها ناس كتير وقالوا انها مش حقيقيه، قرر سيد فتحي مدير عام غرفه صناعه السينما انه يوضح حقيقه الارقام دي، واكد ان الارقام دي مش حقيقيه وان مفيش اي ارقام صدرت عن غرفه صناعه السينما وان كل الارقام اللي اتنشرت دي غرضها الدعايه للافلام. مدير عام الغرفه كمان اكد انهم قرروا ما يعلنوش عن ارقام ايرادات الافلام، وده لانها بتسبب مشاكل كتير مع المنتجين والفنانين. يظهر ان اغنيه النجمة عمرو دياب الجديده عمرنا ما هنرجع زي زمان واللي غناها في حفلته الاخيره خلت اقاويل كتير تتردد في الوسط الفني عن انه قاصد بيها طليقته الفنانه شيرين رضا. ومش بس كده، لا، في اخبار كمان اتنشرت بتقول ان في مصادر مقربه من شيرين رضا اكدوا انها بمجرد ما سمعت الاغنيه اتاثرت جدا بكلماتها. واخيرا وبعد طول الاشاعات ارتبط النجمين احمد سعد وريم البارودي واتخطبوا في حفل عائلي، وبكده يكونوا حطوا حد لاشاعه انهم متجوزين في السر. ومع ان احمد وريم ما اعلنوش خبر الخطوبه في الاعلام الا ان كتير من اللي حضروا الحفله نشروا صور ليهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وده اضطرهم ان هم كمان ينشروا صوره من الخطوبه ويعلنوا خبر في وسائل الاعلام. الأسبوع اللي فات كان مليان بالأحداث الفنية المهمة سواء في مجال الموسيقى أو السينما وكمان المسرح، وكالعادة كاميرا عرب وود كانت موجودة في أهم الأحداث دي ونقلت لكم كل تفاصيل ولقاءات حصرية مع نجومها. ومن أهم الأحداث احتفال النجم تامر حسني وباقي أبطال فيلم أهواك بالعرض الخاص للفيلم، وللأسف اتسبب الزحام الشديد من الجمهور اللي عايز يتصور مع النجوم في إفساد العرض، وكانت هتحصل كارثة كبيرة بسبب التدافع على تامر حسني، لكن كاميرا عرب وود قدرت تسجل معاه ومع ضيوف الفيلم ورجعت لكم باللقاءات دي. نفسك بس يا بهير، نفسك بس قوليها بثقة يا زاد. هي ماما الله يبارك فيك يا رب. بشكركم على التغطية، بشكر الصحفيين والإعلام المصري المصري والعربي اللي بيغطي معنا، وبشكركم كلكم على الحضور، ودعوا لنا ربنا يكرم يا رب، قول لهم ربنا يخليكم ليا وربنا يعني يوفقكم كلكم. شباب مصر اللي انا شايفهم ربنا يوفقهم في احلامهم كلهم، ويا رب ادعوا لنا بقى. قول لهم مبروك مبروك مبروك، لسنه وانتم طيبين. بقول الوقت عشان احنا لسه هنبتدي نخشوا، يا رب يعجبكم، بتمنى من قلبي انه يعجبكم. يا رب يضيف بسمه في العيد على الناس اللي محتاجه تبقى مبسوطه. احنا حاولنا والكاست كله حاول ان احنا نبقى نبسط الناس، وعملنا مجهود تحت قياده المايسترو محمد سامي، فيا رب يعجب. ان انا عامله كوميدي وحاجه مختلفه، يعني انا حاجه يعني يمكن رغايه رغايه، هنشوف هنشوف وتقولي رايك. الفيلم احنا تعبنا فيه، عايزين كنا نعمل من اول ما ظهرت الافيشات ومن اول ما بدانا الشغل على الفيلم ده، واحنا عايزين نشتغل على الوان، عايزين نشتغل على بهجه، عايزين نشتغل على امل تفاؤل. انا شايف الفتره اللي فاتت فيها تغيرات سياسيه مخليه الناس عندها امل وبهجه، لازم احنا نبقى ماشيين على نفس الوتيره دي. ان شاء الله الفيلم يدي للناس التفاؤل والبهجه المطلوبه، ويا رب الفيلم تعبنا فيه يبان للجمهور ان شاء الله يا رب. عبد الحليم حافظ قامه كبيره، وتامر حسني كمان النهارده الراجل قامه كبيره، فيا رب يبقى يا ريت يجعل حظنا حظ عبد الحليم حافظ ان شاء الله. وكان لينا لقاء كمان مهم مع مخرج فيلم من افلام العيد وهو المخرج عادل اديب، وكلمنا عن فيلم سعيكم مشكور يا برو، وحكى كتير من تفاصيل التجربه دي. فيلم سعيكم مشكور هو يعتبر تجربه في الاساس. الفكرة كلها دايما ان احنا بقالنا سنوات طويلة جدا من ما سمي بفترة افلام مقاولات، يعني كان في اواخر السبعينات لحد يومنا هذا، خلقنا عفريت كده اسمه اصل التكلفة قليلة والناس ما بتنتجش، فهنعمل ايه ظروف الفيلم، ففيلم بيطلع وحش عشان كده. النظرية دي انا ضدها تماما، ودايما كان في نظريات كتير في حياتي واجهتها كمخرج مشرف عام على الانتاج قبل كده، ان مفيش حاجه اسمها عفريت، احنا اللي بنخلق العفريت، وطالما حاجه بتعملها انسان يقدر يصلحها انسان، مفيش اي مشكله.
فكان دايما فكره اصل قله الانتاج تساوي قله الذوق، وقله الذوق بمعنى قله الذوق البصري، ان تلاقي الصوره مرهقه ومتعبه جدا للعين ومفيش فيها اي تكوين او اي جماليات، والسمعي انك فجاه تلاقي الفاظ وتلاقي حاجات غريبه جدا. فقلنا طيب اوكي، انتوا بتعملوا فيلم في كام يوم؟ قال لك في 14 يوم. اوكي هنعمل فيلم في 14 يوم. بناخد دايما عن افلام اجنبيه وبنسرقها وما بنقولش، اوكي هنجيب فيلم اجنبي بس هنقول وهنعمل له ما يسمى بتمصير، لان الناس نسيت الجمله دي بقى لنا سنين كتيره جدا، الناس نسيت جمله التمصير. طيب وبنعمل سكتشات كوميدي كده في النص، هنعمل سكتشات بس السكتشات الكوميديه دي هيبقى علاقه بالدراما مش بره الدراما. اصل بعدين انت عارف مفيش نجوم وبعدين كلهم غاليين وما نعرفش نلاقي غير من حته واحده. لا انا جبت من عند خالد جلال ومن عند اشرف عبد الباقي ومن اوبرا ملك ومن معهد العالي للفنون المسرحيه ومن المودلز بتوع الاعلانات. خمس جهات 14 وجه جديد، في اللي اشتغل مره او عمل مشهد او غيره لكن معظمهم جداد نوفي. طيب اصل الكرو انت عارف بقى الناس الكبيره المحترمين دول بيقبضوا جامد، ومش جبنا دكتور طارق التلمساني، جبنا استاذ ماجد مجدي، الاستاذ نبيل علمير، الشاعر العبقري جدا استاذ سيد حجاب، المهندس الديكور عادل المغربي، المنتج برضو هو مهندس الديكور، استاذ المنتج الفني احمد السيد، الصوت جمعه عبد اللطيف، استاذ رأفت فهيم. بص جبنا كاست قوي جدا 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 جدا. مدحت صالح، استاذ مدحت صالح فنان، مدحت صالح الغنى الاغنيه، استاذ نبيل علي ماهر الموسيقى التصويريه، يعني هنقعد نتكلم ادي كل الناس الكبيره اهي، وجت وعملت فيلم ما عندهاش اي مشكله. كانت مشكله الناس دي ان بس تحترم، انها تلاقي عمل محترم تتعامل معاه، عمل بيراعي فكره ضمير المهنه. مش هنقول ان احنا فنانين، احنا ناس عندنا ضمير وعلم وعايزين نعمل المساله دي بضمير وعلم. طيب قالوا عايزين افلام هايفه، اصل الافلام الهايفه هي اللي بتشتغل. هنعمل فيلم هايف، فيلم الهايف اسمه على فكره بوب كورن موفي، ده مش عيب انك تبقى رايح عايز تشوف فيلم قصته سهله ما فيش فيه مشاكل وعايز تبقى قاعد مبتسم وبس. عملنا نفس النوعيه بس ليها اسلوب وليها طريقه علم اللي تتعامل بيها. مش اي حد يكتب ومش اي حد يخرج ومش اي حد يصور ومش اي حد يعمل صوت ومش اي حد يعمل موسيقى ومش اي حد يعمل اغنيه. الحاجات كلها لازم تكون متوائمه مع بعض. فنظريه ان قله الانتاج تساوي قله الذوق دي كسرناها تماما. كاميرا عرب وود كانت كمان موجوده في حفل تكريم نجوم مسرحيه باب الفتوح، واللي حصل فيه النجم يوسف شعبان والفنان محمد رياض والمخرج الكبير فهمي الخولي على الدكتوراه الفخريه من جامعه كامبريدج للعلوم والتكنولوجيا. ورجعنا لكم بلقاءاتنا مع النجوم. لو وضعوا ايديهم عليك ذهبت امامي ابراج الرياح وفقدت فكرتي الموجوده في كتاب هذا باب الفتوح فرصتها الوحيده للحياه. لابد من كتابة من خلال الصوت، ولكن كيف أفرق دون أن أريق دم واحد منهم؟ نوم أبرياء مسلوب الإرادة، وما هي إلا أيام حتى ألتقي بصلاح الدين وجها لوجه، تتعانق يدانا وروحانا ونتحادث، يحدثني عن انتصاراته وحدثه عن أفكاره. هو تكريم جاي من خلال عملنا باب الفتوح، مسرحية باب الفتوح، وأنا سعيد بيها جدا إنها عن باب الفتوح. أنا وأستاذنا الكبير نجم يوسف شعبان والمخرج الكبير أستاذ فهمي الخولي، يعني أحد أضلاع المهمة في باب الفتوح، فسعيد جدا بيها. يعني باب الفتوح بيقول إنه قائد منتصر أقدر على صنع أمة من قائد مهزوم. بيقول إن الحاكم المنتصر لابد له عشان يصنع أمة عظيمة إنه يكون مصاحبه لفكر. أنا بعمل أسامة بن منصور، وهي الشخصية المحورية اللي في هذا العمل، اللي هي بتحمل فكر المسرحية وفكر باب الفتوح من خلال كتاب باب الفتوح، اللي هو بيحاول يوصله للحاكم عشان يقول له هذا الفكر، عشان تحكم أمة عظيمة زي دي لازم يكون معاك مصاحب للفكر، والفكر ده هو أمال وطموحات وأفكار ومشاكل ومشاكل الناس وطموحاتهم وأملهم وحياتهم كلها موجودة في هذا الكتاب وبنديه للحاكم. لكن طبعا بيصطدم بقى بكل المعوقات اللي بتمنع وصوله للحاكم، كل المستفيدين، الناس المستفيدة اللي بيحاولوا يمنعوا.
ألف مبروك طبعاً، حاجة لطيفة جداً يعني إن حد يعني في قمة محمد، ومحمد فنان شاب، ويعني الواحد بيفرح لما بيلاقي في كده احترام للأجيال الجديدة، وفي دكتوراه فخرية أو شرفية لي، دي حاجة تسعدني جداً طبعاً، وأنا بشوفها إنها حاجة تسعدنا كلنا كشباب، وتحسسنا إن إحنا خلاص بقى يعني أن الأوان إن إحنا يبقى لينا يعني زي ما بتقول ايه، مش هتقول مش حاجه يعني بقى لينا قياده شويه في حاجات، مش لازم نتكرم واحنا كبار ومكحكحين، لا بنتكرم الحمد لله بدري يعني محسوس بشغلنا. فمحمد لما بيعمل ده يبقى ده هو الحمد لله محسوس شغله، بيتكرم على خطوات ايجابيه كتير عملها في وقت قليل وقت صغير، فده حاجه تسعدني جدا طبعا وفرحانه بيها قوي. طبعا بقول الف مبروك، ويا رب دايما بالنجاح والتوفيق، ودايما الفنان بيسعد بالتقدير، يعني التقدير ده هو الفنان بيجتهد ويبدع ويعطي دايما عشان في النهاية بيلاقي تقدير، فلما بيلاقي التقدير بيبقى أكيد شيء بيسعده. ويعني أنا ببارك لهم هم التلاتة، وحاجة حلوة يعني كلنا مبسوطين بيه. هو دكتور من غير حاجة، محمد رياض يعني دكتور في حاجات كتير، هو دكتور في التمثيل ده بجد، يعني مش عشان ده محمد رياض، لكن هو دكتور في التمثيل، ودكتور في الجدعنة، ودكتور في الإنسانية، ودكتور في الأخلاق. فيعني طبعا حاجة جميلة النهاردة انه ياخد دكتوراه فخرية، لكن هو يستحق الحقيقة. وكل أعضاء المسرحية، الأستاذ يوسف شعبان طبعا قامة عظيمة جدا، أستاذ فاهم الخولي كمان يعني راجل أنا اشتغلت معاه عمل في أول ما ابتديت أمثل اسمه جميلة والأندال، واحتكيت بيه على فترة طويلة، ومخرج عظيم ورائع، فأنا بقول لهم مبروك. ونقلنا ليكم كمان تفاصيل عرض مصمم الأزياء اللبناني حمودة كافانا، واللي عرض فيه موضة 2016 في حضور عدد كبير من النجوم والنجمات زي مروة ناجي، كارمن سليمان، منة جلال، عفاف شعيب، تامر شلتوت، واللي اتكلموا عن رأيهم في عرض الأزياء والمصممين اللي بيحبوا يتعاملوا معهم. وطبعا كان لنا اللقاء مع المصمم اللبناني حمودة كافانا. أنا النهاردة سعيدة جداً إن حمودة جي مصر، وهو طبعاً ليه باع كبير وسمعته سابقاه قبل ما يوصل مصر على مستوى العالم ومستوى العالم العربي، فأنا سعيدة جداً. أنا بحضر أول فاشن شو لي هنا في مصر، فأنا سعيدة جداً، وإن شاء الله أنا متخيلة أنه هيبقى حاجة فظيعة ويبقى في تعاون بيننا إن شاء الله جاي بإذن الله. مبسوطة جداً بدعوته طبعاً ليا، وأنا متأكدة أكيد أن أنا هلاقي حاجات تجنن. اولا انا مبسوطه ان ده اول فاشن شو لحمودي، ومبسوطه جدا ان هو عمله في مصر، ده حاجه حلوه، حاجه بتدعم الاقتصاد بتاع بلدنا جدا، وعشان كده انا موجوده النهارده لسببين، ان انا مبسوطه ان هو لبناني جاي يعمل فاشن شو في مصر، وان هو عامل فاشن شو مختلف خالص، عامل ديزاين السبعينات والستينات، فحاجه جديده. الحاجات دي دايما بتفاجئني، عشان دايما احب البس الحاجات القديمه، انها كلها دي بقت الموضه السنه دي، فعشان كده انا جايه اتفرج. طبعا جايه اقول لهم مبروك، وان شاء الله يكون شيء كويس وشيء مشارك باذن الله. سمعت ان مصر هتبتدي تتهم الفتره اللي جايه بالموضه وخطوط الموضه، صوت كمان يكون ديزاينرز عرب جايين يبتدوا خطواتهم هنا في مصر، الفنان حموده هيكون واحد منهم. انا مبسوط بالجو ده في مصر، مبسوط بفكره ان هيبقى عندنا نوع من انواع الرواج والتجاره بالابداع فني في الأزياء، دي حاجة حلوة. كل ما هو ليه علاقة بالذوق المجتمع يهتم بيه، ده يدل على المجتمع في حالة من الحالات الرقية، فيا رب الأحلى لبلدنا يا رب. هيدا الديفيلي كتير أخذ مني وقت، لأنه أنا بالعادة بعمل لما بجهز كولكشن بيكون بيوصل رسالة معينة، أو بيكون ماشي على رتم واحد. هيدا الديفيلي تحديدا لأنه أنا أول ديفيلي لإلي بالسوق المصري بعد افتتاح مكتبي بالقاهرة، حبيت أنه يكون متنوع مثل ما أنت شفتي، في تنوع بالقصات، في تنوع بالماتيريال، في تنوع بطريقة التطريز. لهالسبب كان شوي متعب معي، بس الحمد لله.
نوعا ما اذا لاحظتي بجوز كل قطعتين بتبعوا بعض بالنسبه للماتيريال، بس القصه شوي ديفرنت. انا الستايل تاعي تقريبا اللي هو دمج بين الغرب والشرق، ان كان بالتطريز او ان كان بالقصه. يعني اذا القصه اوروبيه بحب دخل شوي فيها تطريز شرقي او العكس، بقى هذا شوي اللي بميزني وطريقه القصات عندي. وكان لنا لقاء مع الفنانه جمانه مراد وعرفنا منها سبب اختفائها الفتره اللي فاتت. واخدة أجازة كده وإن شاء الله طبعا في عروض كتير، بس أنا حابة أن أنا أتفرغ لنفسي شوية، وحابة أن أنا يعني لما أرجع بعد الغياب الطويل ده، عشان أكيد جمهوري وحشني، وأكيد أنا ما اعتزلتش زي ما الناس بتقول أن جمانة مراد اعتزلت، لا أنا ما اعتزلتش، بس أنا واخدة أجازة كده مع نفسي شوية، وإن شاء الله هرجع لكم بحاجة قوية ومختلفة جدا، ولازم تبقى إضافة لمسيرتي الفنية، لأن بعد المشوار الطويل ده سواء من الأعمال التلفزيونية أو السينمائية في مصر ولا في سوريا، أكيد لازم دلوقتي أنا معروف أن أنا مقلة في أعمالي، فأكيد لازم أي حاجة أختارها تبقى إضافة. أنا ما بحبش أشتغل أي حاجة، يعني مش معقول أشتغل كل اللي بتعرض عليا، وبحبش أكرر نفسي كممثلة، فدايما بحب أن أنا أعمل حاجة تبقى بصمة في مشواري الفني، وإن شاء الله كده أرجع لكم بحاجة قوية جدا بإذن الله ومختلفة جدا إن شاء الله. هو واضح أنها نفس النوايا اللي بتنزل في كل عيد اللي هي بعد شوية. مشاهدينا هنشوف رأي الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله في أفلام موسم عيد الأضحى، خليكم معانا. كالعادة بيشهد موسم عيد الأضحى أفلام كتيرة متنوعة، واللي بيفضل صناعها طرحها في موسم العيد والاستفادة من الانتعاشة اللي بتشهدها دور العرض خلال أيام العيد، والطرح منها أفلام زي أهواك لتامر حسني، عيال حريفة لصافي نار، أربعة كوتشينة، لوكا وارتيجا، والجيل الرابع لأحمد مالك. معانا النهاردة الناقدة السينمائية ماجدة خير الله، واللي هتكلمنا زي ما اختارت عن فيلم أهواك وفيلم الجيل الرابع اللي بيتعرضوا حاليا في دور العرض. بنرحب بحضرتك. أهلا بيك. ازي حضرتك؟ كل سنة وانت طيب. وانتوا طيبين. قبل ما نتكلم حضرتك عن الأفلام اللي اخترتيها وهو أهواك والجيل الرابع، عايزين نتكلم عن رؤيتك أفلام العيد اللي نزلت أصلاً، يعني في العيد أو اللي اختارت أنها تكون موجودة، من حيث من نوعية الأفلام نفسها. هو واضح أنها نفس النوايا اللي بتنزل في كل عيد اللي هي بتميل إلى البساطة، مفيش أفلام يعني ذات ثقل، لأن العيد بتبقى الناس رايحة يعني فسحة، ما هياش رايحة مثلاً تشوف قضايا أو موضوعات أتقل من كده يعني. بس المهم ان بيبقى فيه افلام جيده الصنع وافلام اقل جوده وافلام رديئه يعني، فحسب ما الناس بيستهويها ايه بيكون. حضرتك كناقده اخترتي اهواك والجيل الرابع ان حضرتك تدخليهم في العيد، لان خلاص احنا العيد لسه خالص، فاكيد حضرتك لسه ما لحقتيش تخشيهم غير بعد العيد، اكيد اتفرجتي عليهم في العيد. اتفرجت عليهم في العيد. ليه اشمعنى دول اول اثنين حضرتك اخترتيهم كناقده انك انت تخشي تتفرجي عليهم؟ انا اخترتهم كمواطنه كمشاهده يعني، حسيت ان هم الانسب او اللي فيهم حاجه. اولا اسماء صناعهم، واسماء صناعهم مش معناها اسماء النجوم، لان مثلا الجيل الرابع تقريبا ما فيهوش نجوم يعني، لكن في مخرج وفي كاتب سيناريو، دول ممثلين، وفي منتج وليد صبري، فتحس ان التكوينه كده ما يعملوش حاجه سيئه. الفيلم الثاني اهواك طبعا علشان برضو اسماء صناعه والمشاركين فيه، يعني تحس ان في حاجه هنقدر نتكلم فيها او هقدر يعني الحد الادنى من الموضوعيه يعني. تقييم حضرتك للفيلم ايه؟ اعتقد ان هو يعني عوده جيده لتامر حسني، يعني كان واضح ان هو اختفى لفتره طويله، فكان عايز يرجع بحاجه خفيفه تناسب المرحله العمريه اللي هو فيها. يمكن اختيار الموضوع مش 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 مثالي، لان هو اكيد حضرتك عرفتي انه متاخد من فيلم اجنبي كان مهم وبنجوم كبار جدا، فانا حاسه ان هو يعني ما كانش ده الموضوع اللي المفروض ينزل بيه او يعني تامر يعني كان. لكن في نفس الوقت في نقاط جيده، النقاط الجيده ان هو ما غناش، يعني بيطرح نفسه كممثل، ولا في اغنيه ولا اغنيه في الفيلم؟ لا، في اغنيه التتر الاخير اللي هي بس ما فيش اغاني جوه الفيلم، لكن ما فيش اغاني بيغنيها، ما فيش اغاني
وطالع اكثر يعني سنه اكثر نضجا من اللي قبل كده، يعني ما هوش طالب جامعه، ما هوش مش عارف ايه، لا ده واحد المفروض دكتور تجميل.